هل هلاله؟ هكذا يقول أهالينا رحمهم الله لرؤية الشخص بعد انقطاع، فهو كناية عن العتب اللطيف. وسمي الهلال بهذا لأن العرب كانوا يهللون إذا شاهدوه، ولقد ورد في الأثر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. والهلال هو الجزء المضاء من جرم القمر، والضوء لا يتخلق إلا إذا انتقل القمر من جهة الشمس الغربية التابعة للشهر المنصرم إلى جهة الشمس الشرقية التابعة للشهر الجديد. والإسلام ربط شعائره التعبدية الصوم والحج والإفطار برؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلماء العالم الإسلامي اهتموا بتحركات الهلال حتى أصبح رمزاً للأمة الإسلامية. وهلال أول الشهر يرى بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية. وهلال أول الشهر يرى بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية ويسمى الهلال الجديد. وهلال آخر الشهر يرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية ويسمى الهلال القديم. ولا يرى هلال آخر الشهر وهلال أول الشهر في نفس اليوم، لأن هذا يتنافى مع منزلة الاستسرار. فإذا كان الشهر 30 يوماً بين قوسين وافي، فإنه يستتر لليلتين. وإذا كان الشهر 29 يوماً بين قوسين هافي، فإنه يستتر لليلة واحدة.